مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا. يمكن بيكون عندنا إن شاء الله كل ثلاثة فقرة ثابتة. يعني جميل جدا أن نحن نتواصل مع سنعنا وعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا. حقيقة السنع من الأشياء الجميلة جدا اللي إذا ما رمسنا عنها وما حفظنا عليها وما رجعناها وما علمناها لعيالنا بتندثر تدريجيا، لأن جيل ياسي ركز على اللغة الإنجليزية، ثقافات مختلفة، عندك 200 جنسية، ففي أشياء قامت تنسى أو تتلاشى في ظل الإغماس في ثقافات المختلفة. عشان شيء مهم جدا تكون عندنا هاي الفقرة الأسبوعية، وبيكون ويانا الدكتور سالم الكتبي اللي بنرمس وياه أكيد أسبوعيا عن سنع من السنع الموجود في طبعا تراثنا الإماراتي الجميل. اليوم بنتكلم عن سنع وأداب زيارة المريض. مرحبا بك دكتور. يا مرحبا، حياك الله ويانا. الله في طبعا اسم دبي، وأكيد مثل ما ذكرنا السنع لابد أن نحن نعيد ونزيد ونركز عليه ويكون فعلا منهج يدرس طول الوقت. نعم، أول شيء نسأل الله أن يشفي كل مريض. آمين. وأنا الله سبحانه وتعالى يلبسنا ويلبسكم ويلبس المشاهدين ثوب الصحة والعافية إن شاء الله. بالنسبة لأخواني زيارة المريض، سنع زيارة المريض، المريض له حق علينا، له حق على الكبير وعلى الصغير وعلى الحرمة والريال بأن يزورونه. ليش؟ لأن إدخال الفرح والسرور والبهجة والطمأنينة وتخفيف عنا المرض. هلا بدنا الكل هلنا الأول ولا زالوا يوصونا فلان مرض زرتوه، حد ياه حد، وإذا ما حد ياه يزعل عليك يشرح عليك. قبل كل هذا هذه من الدين، صحيح، ولا أجر وثواب، وتزيد المحبة وتزيد الرحمة وتزيد التواصل وتزيد الألفة واللحم والتلاحم بين المجتمع. زيارة المريض، فزيارة المريض مهمة ولكن لها آداب. الآداب لابد أنه طبعا هذه من الدين وتعلمناها من هلنا ومن عاداتنا وتقاليدنا. الآداب اليوم يوم بتروح عند المريض قبل ما تروح، اليوم الحمد لله الله يدوم النعمة وحفظ قادتنا، اليوم صارت في تواصل عن طريق التواصل، يمكن تتصل بالمرافق المريض إذا المريض ما بيتكلم، أبا زور فلان وشو من وقت، ما باللي يناسبني أنا اللي يناسب المريض، صح، لأنك أنت يمكن يناسبك وقت ما يناسب المريض، صدق. وقت ما قال مجيل فيه راقد ولا ما أخذ مخدر ما أخذ نعم دويات. فالأمور هذه لابد أنك تستأذن أول، حقب ما يقول لك والله الوقت الفلاني، ما بحمل عيالي وإخواني وكلهم وزحم السيارة وزحم المستشفى زين، وشل الولايم اللي مالها داعي، بأخذ نعم هدية بسيطة من السنة من الآداب، أنك تأخذ لك هدية بحيث أنك ما تكلف على منو، على نفسك ولا على المكان، يمكن أنت اللي بتأخذها الأول أهلنا يأخذون الهوالة. نعم. إيه، ويمكن اليوم المستشفيات الغرف الصغار والهوالة هذه تكون تمزر المكان. تكون ما قال مالية المكان فضايق على المريض. بس دكتور سالم، يعني أنا سامحني بقاطعك في هذا الموضوع، يعني أنا أتذكر أيام قبل وإحنا صغار، يعني شيابنا والكبار أكيد بالسن كانوا يأخذوننا كلنا مع بعض للمستشفى. نعم. يجتمعون اللي في الفريش كلهم مع بعض ويسيرون اليوم بيت فلان أو يسيرون المستشفى. نعم. الفلانية يزورون هذا المريض. صحيح. ليش اليوم قاعد يعني انت قاعد تقول في كلامك انه لا يعني ما نزاحم المريض؟ نعم، وهي تسوي حشره صدق. نعم، يعني وتزعج المريض والمرضى حتى اللي في باقي الغرف ينزعجون. صحيح، ينزعجون والحقيقه ياكدون من عادتهم، ياكدون. نعم، في بعض الامور اللي ذكرتها، ولكن بشكل عام والعادات الموجوده انه يقولون لا تزعجون، لا يبى يرقد، يبى يجيل، يبى ممكن ما أخذ الدواء، فلا تزعجونه ولا تشيلون عيالكم كلهم، والعيال يمكن بعد يصيبهم عدوى بعد، بل أنت اليوم شليت عيالك يمكن، صح، هذا مستشفى وهي طبع عمرك الأمراض. نعم. فالإنسان ما يشيل عيال، يعطونهم الآداب هذه. نعم، في بعض السلبيات، وهذه حقيقة هذه المريض، لأن المريض يبى راحة، ويبى تفرحه، ويوم بتدخل عليه تدخل عليه بالبشاشة والابتسامة، ما مضايق وبتجلس وياه وش حالك فلان، شو مرضك، عسى بخير، الحمد لله، طار الشر، من العبارة طار الشر.
الحمد لله بخير، الحمد لله ويهك، الحمد لله منور، الحمد لله أحسن، يقولون مريض ولكن الحمد لله أشوفك بخير. وحد من الناس لا مرضك هذا بتموت. هذا يارنا محمد الله يرحمه العام توفى من وش من والله مرضك هذا الجيل اليوم يقول لك يقول لك وذاك كان خوية عنده بيقول نعم حتى بعد واحد نفس ما طول يا نفس الشيء ذاك بيقول من أم ما يباك عاد يقول في خاطره ليت ما يوني بس في الجيل الجديد الحين دكتور سالم يعني حتى يوم يصير عند المريض يقول له يلا خلاص ياكل مرض ما يصير تاخذ زمنك وزمن غيرك بهاي الطريقه يعني نعم نعم واحد جايبي له كتاب زين عن طول عمرك عن اداب شو اسمه الرحيل من الدنيا قالوا لا بالله وشو اللي يتوجب عليك وذكر الله وكثر الشهاده قال انتم مره نهيتوني بولي مريض فيخوفون اكثر ويمرضون اكثر بطاح مره من الكتاب هذا زي ما يقول علامات علامات الاحتضار قالوا لا بد تشاهد وتذكر الله وطهاره هو صحيح طهاره ولازم يذكر الله ولازم او حد منهم يوم يهدي هديه يهدي هديه تفرح المريض يخطف على جمعيه من الجمعيات الخيريه يقول له فلان أنا تصدق لك بنية الشفاء سمعت المشايخ يقولون الحادي داووا مرضاكم بالصدقة أنا اللي جبت لك اليوم هذا ولا جاب له مسجل وشرايط قال له هذا القرآن قاري فلان وهاي الأذكار ويوم بت هذا شغل وارتاح يعني شيء يبشر ما قال لي يفرح ويبسط المريض فهذه الأمور اللي هي نحن طبعا تعود عيالك وتعود أمك أخوانك الأصغر من كأنهم يزورون المريض ولا يتلا لأن اليوم المريض هذه الدنيا اليوم أنا زائر باكر يمكن يزوروني فالدنيا طوع دوارة فبالتالي اليوم لابد أن تعزز هذا وهذا يخفف ومن من المرض هذا ما يزيله هذا قضاء الله ولكن يخفف انه يريح نفسه ولا وين بتموت يقولون يا حي من زار وخفف نعم يعني وحد يصير عند المريض يتشب ركب هي ما بيروح جب ركب وحد المخده بعد ولا بيطلع هي ويلمحوله يلمحوله اللي موجودين هناك انه المريض انا يبراحه المريض انا يبالها والطبيب موصلنا وذاك ما خاف فماشي الا تقول له النرس تروغه لازم النرسات يروغون تقول له ما يبولك الا الخير وهذا اللي زو بدال ما حرجه بعدني ما يبولك الا الخير وانت جزاك الله خير زرته ما تبى الا ما قال تبع عافيته وتبع صحته وتفرح يوم تشوفه بخير فجزاكم الله خير على زيارتكم ولكم الأجر ولكم الثواب نعم ويبالى راحة مريضكم زين يحق لأهل المريض أنهم مثلا يقولون حق الناس لا بس خلاص خلصت وقت الزيارة وما شابه ذلك هل هو من السنع الحين الدكتور تيبه بطريقة يعني أن أنتوا جزاكم الله خير زرتوا ما ندري بكم ما تبول إلا العافية وتبول الصحة ومريضكم إن شاء الله بعزة الله أنه يثور بخير وعافية وبتفرحوا به ولكن الطبيب وصاله أنه ما يسولف وايد ولا أنه وتشوفونه سكت شوي لأنها ما يقدر ويمكن عنده تغيير مقا فراش ولا يباله تكرم مفروض أنه يروح دورة مياه كل شوي ولكن ما قادر العالم كلها وبعدين من السنة أنه يوم تشوف ناس مزدحمة حريم مثلا داخل الغرفة ما تجلس انت بعدك لا وانا واقف سلم عليه وحتى لو قال لك فلان نباك قول له بلف وبيك ولا دقيقة ونص ساعة وبرد عليك ليش مشان تخلي حريم. السيدات وين بيروحن ولا فانت خلي الأمور وارجع له خلاص لأنه مشان ما تضايق بعد على اللي موجودين عنده وتزيد زحمة فوق الزحمة وزين فتختار بعدك لو أن قالوا لك تعال وجيت ولكن صدفة دخلت وريت بعد ناس جايين بدون موعد فهذه يمكن فعلا يعني سبحان الله هالأشياء الإنسان يكون عنده حس يفهم يعني يستشعرها ويعرف حتى شو الكلام اللي انقال وشو الكلام اللي مفروض يعني ما يعني لا تطري الموت والمرض ولا تقول لشيء وجهك غادي مصفر ومخضر ومحمر يعني بشر ولا توصف له دواء غير الدواء بعد الطبيب اعطانا دواء تقول له لا خله هذا الدواء انا جايب لك غرش يعني اعشاب زين وباك تصعط منها
صبح يمكن تذبح الرجال لا اقول له لان مجربين زين يمكن فادتك انت ما فادت غيرك لا تسوي دكتور شرط ان الدواء اللي بيفيدني بيفيد غيري فالطبيب خله على ما قال على وصفته والدعاله ولا تنسى زين تدعال الدعاء طهور لا باس طهور ان شاء الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واسال الله رب العرش العظيم واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيك ان شاء الله يعني انت تدعال اسال الله العظيم احنا قاعدين رب العرش الكريم ان شاء الله امين يشفي جميع المرضى ان شاء الله امين امين زين يعني في بعض الكلمات الاماراتيه اللي لازم الشخص يوم يزور المريض يقولها كلمات يعني نبغيها من التراث من العادات والتقاليد نعم. هو طبعا هو في أدعية من الدين ولكن صح. كلمات إماراتية شو هي اللي ممكن الواحد يقولها للمريض تقول له طار الشر زين طار الشر فلان إن شاء الله بثور بخير وعافية وبعد بيقول خطاك اللاش زين خطاك السوء هذه كلها من طبعا من الكلمات اللي هي والمصطلحات والتعابير اللي يقولونها هلنا زين خطاك شر يعني معناه تتخطاك ويتك رحمه من الله سبحانه وتعالى وان شاء الله ما تشوف شر زين وان شاء الله تشوف وان شاء الله انا فرح بك وانت بخير وعافيه والحمد لله انت بخير الاول يقولون عنك الحمد لله نشوفك بخير يعني لطف له من كلمات والعبارات بس والدعاء اللي مذكور عن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا والدعاء له لان الملائكه تامن نعم وهذا بالنسبه لسنه الزياره سنه زياره المريض جميل جدا يعني احنا نتمنى كل المشاهدين المستمعين المشاهدين عفوا يكون يعني يستحضرون هاي المعاني وهاي الاداب يوم يزورون المريض وخاصه يعني كل موضوع انهم ياخذون عيالهم هذا موضوع جدا مؤذي لا مؤذي جدا لان عيالي يسوون ازعاج صدق ويكسرون وحد دخل يتحرونهم عمرهم في الالعاب وفي الممر ما بالله يزعجون حتى العنبر كامل هناك الحين الناس يتأذون إذا الصغارية موجودين في المساجد فكيف المريض اللي أكيد مو متحمل نفسه فهو مريض يعني هي لأنه ما باستراحة ولا مخيم أنت شال لأنه مريض ويبراح وأنت تبال العافية بعد فهذا هو ولا تكثر بعد وياك من الهدايا والأمور هاي ولا تودي له شيء ما يناسبه يعني مثلا لا تأخذه مثلا مانعين عن الأكل تودي له والله جذور وملال وحد يحلف عليه والله لا تأكل والله لا تدوق من فوالتنا تحلف عليه هو ممنوع وهو يحلف عليه يبقى حسبها كرم هي ما كرم هي ما هي بأجله نفس الوقت يعني في العملية نعم بتأجل ثالث أسبوع بيزيد كلمة أخيرة تحب توجهها للمشاهدين والله جزاكم الله خير وعلى اهتمامكم ونقول نوصي عيالنا دائما أنهم يمشون على سنع أهلهم واللي هو من دينهم لأن هذا حقيقة بينفعهم وبينفع أهلهم بينفع بلادهم ويكون مثل ما نقول دائم مثل ما تتمناهم قيادتهم لأن هذه المبادئ والأعراف والقيم لا غنى عنها هذه هي اللي تزيد التلاحم والمحبة والرحمة والتسامح بين الناس والاستمرارية والإنتاج ما يجي إلا من المحبة والتراحم والدنيا وهذا وسلامتكم تحياتنا لك يعطيك الصحة والعافية دكتور سالم الكتبي باحث وناشط في التراث الإماراتي يعطيك الصحة والعافية شكرا لك على تواجدك معنا وإن شاء الله نلتقي معك الثلاثة الله يسلمك إن شاء الله